احنا نتكلم عن فنيات الماتش ونحلل اكتر اداء الفرقتين، وكمان نتكلم عن التغييرات ويعني اداء المديرين الفنيين. معنا في الاستوديو الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، اهلا بيكم. شايف نتيجه امبارح مرضيه للفريقين، او كنت شايف ان في فريق يستحق الفوز على فريق اخر؟ ومساله الاداء عامه كانت اخبارها ايه؟ لانه يمكن كثير من الجماهير كانت مستنيه اداء اكتر من كده من الفرقتين. شفنا طبعا سيطره للنادي الاهلي في الشوط الاول، وعوده قويه وسيطره من الزمالك في الشوط الثاني. خلينا نقول من معطيات المباراه وتفاصيلها واللي حصل فيها، ان في النهايه التعادل مرضي للطرفين، لان النادي الاهلي اللي كان على الورق ومعطيات ما قبل المباراه كان اقوى واكثر حظوظا في الفوز بالمباراه، غاب كتير جدا بعد تسجيل الهدف الاول، وكانت المباراه بتهرب منه، فبالنسبه له عودته في الجزء الاخير من المباراه وتحقيق التعادل يعني مرضي. ونادي الزمالك اللي كان داخل المباراه مهزوم معنويا ونفسيا، وكان الكل مسلم بان الزمالك يعني افضل شيء ليه انه يخرج بخساره قليله، فبالتالي سيناريو المباراة وما جرى فيها واقترابه أو قربه من الفوز حتى الدقائق الأخيرة من المباراة يخليه يكون راضي عن التعادل. ففي النهاية التعادل مرضي لكلا الطرفين، بس نقدر نقول أن المباراة أقل يعني مش من المتوقع. احنا في الفترة الأخيرة النادي الأهلي ونادي الزمالك عندهم مشاكل كتير جدا جدا، لكن المباراة بدأت 45 دقيقة مملة بشكل كامل. الشوط الأول النادي الأهلي بعد تسجيل الهدف تراخى بشكل غير عادي، ثم صحيح. نادي الزمالك ضيع كتير من الفرص برضه، كرة قفشة كانت يعني كان في اكتر من الاقرب اللي بعد الجون على طول. ونادي الزمالك لما اتيحت ليه الفرصة ايضا كان قادر ان هو ينهي المباراة بشكل مبكر وانه يأمن تقدمه، لكن في النهاية نقدر نقول ان المباراة معبرة اكثر عن حالة التراجع، حالة التراجع اللي حصلت في الفترة الأخيرة سواء للفريقين او حتى على مستوى الكرة المصرية عموما، لكن السيناريو الدرامي اعطاها يعني نكهة جماهيريه شويه، اللي هو هات وخد وهدف رايح وهدف جاي، فالسيناريو الدرامي ده يعني ايه خلاها اضفى ليها متعه اضافيه. لكن لما نخش بقى في تفاصيل التكتيك والفنيات والحاجات هتلاقي لا احنا في مشاكل كتير جدا. يمكن في اول المباراه وفكره 3 4 3 اللعب للزمالك، اللعيبه نفسهم ما كانوش فاهمين، وكان في مساحات في برافو عليك ما بين اللعيبه بعضها البعض، فكره تراجع كمان اللعيبه ورا. يمكن شفنا الشوط الاولاني تحديدا للزمالك يعني كان اداء ضعيف جدا، اختلف صحيح. تماما بمجرد ما تم تغيير اللعب، ويمكن انت ما كنتش عارف مين الفيرود. صحيح الفيرود مجهول في الشوط الثاني تحديدا. صحيح. خلينا اقول يعني على طريقه لعب الزمالك اللي ابتدى بيها المباراه 3 4 3 هو كان اختيار في تقديري كان اختيار خاطئ، لكن يمكن الاختيارات او الحلول كانت محدوده امام فيريرا. والزمالك بالشكل الخططي والاداء الفردي اللي نزل بيه ال 45 دقيقه الاولى كان بيقول النادي الاهلي اللي هو خلص عليا، انت اعمل اي حاجه بمقدورك يعني اكسب 3 4. لكن النادي الاهلي حصل شيء غريب جدا، اللي هو انت بتلعب من اجل الهدف، يعني انت سجلت الهدف خلاص كل شيء انتهى. شفنا انانيه مفرطه بشكل صحيح. مرعب لاحمد عبد القادر بالتحديد، يعني احمد عبد القادر هو اللاعب الاكثر مهاره فرديه. احمد عبد القادر كمان يعني في تراجع في مستواه، مش بس الماتش ده، كمان من ماتش الوداد. انا اقدر اقول احمد عبد القادر ازمته الاساسيه تتلخص في انه بيشوف نفسه من مرايه السوشيال ميديا، وده ارجع واعيد واقول ان ده الخطر الاكبر على لعيب الكره المصريه. دي نقطه فاصله بقى لسه هنتكلم فيها. شايف السبب في خلينا نتكلم بقى ونكون منصفين، اللعيبه ما كانوش بالمستوى اللي احنا كنا بنقول نجوم، يعني احنا بنتكلم على ديربي اهلي وزمالك، نجوم بيمثلوا منتخب مصر. صحيح. فانت عندك لعيبه من اكفأ اللعيبه المفترض مفترض اللي موجودين الاعلى جوده في فهل التقصير هنا هو تقصير لعيبه ولا تقصير من وسائل اعلام نجمت لعيبه زياده عن اللزوم دون وجه حق في نقطه الضعف؟ يعني خلينا نقول عموما اكيد في مشاكل خططيه، لكن المشاكل الاكبر عند اللاعبين انهم مهتمين اكتر او بفكره السوشيال ميديا، او هم بيقيموا انفسهم من خلال الشير واللايك والكلام الكتير. فايه اللي بيعجب الجمهور؟ اللي يعجب الجمهور مثلا ان احمد عبد القادر بعد مباراه مهمه بصرف النظر عن النتيجه حصل فيها ايه، فيتجمع له فيديو 20 30 ثانيه كلها تهويشات وحاجات بصرف النظر هو انهى الهجمه ازاي. فهنا احمد عبد القادر بيشوف نفسه على فيسبوك 5 مليون وعلى تيك توك 10 مليون وعلى تويتر 20 مليون، فهو بيدور على اللقطه دي اللي بتعجب الجمهور. هنا دور خاص باحمد عبد القادر ان هو عقليته عامله ازاي بتتطور ازاي، دور اكبر للجهاز الفني
للمعد النفسي اذا كان موجود. لك هنا يبقى في عامل نفسي لازم نشتغل عليه. لازم في مفترض في معد نفسي، لان خلينا اقول ان السوشيال خطر علينا عموما في المجتمع مش على الكوره. ويمكن كمان هو الجمهور اللي بيحكم مبكرا جدا جدا على النجوم من ماتش او اتنين او ثلاثه، بيبتدي الحديث على ان نسيب كل اللعيبه ونتكلم بس عن اللعيب ده بعينه، وده بعد كده بيدور اللعيب نفسه. فاحنا اللي محتاجين وبنختصر الامر في لقطه واتنين وثلاثه. فهو يعني احنا لو بصينا على احمد عبد القادر امبارح، هو لو قرر فقط يرفع وشه مع الارض علشان يشوف زمايله حواليه يقدروا يسجلوا هدف واتنين وثلاثه، لكن هو واخد القرار ان انا احمد عبد القادر ميسي، انا مش مهم مين جنبي ومين حواليا، انا هعدي من اي حد. في اكتر من كوره كان عنده اختيار علي معلول وعنده اختيار صحيح. محمد شريف سهل جدا لو بس عمل كده، لو رفع وشه كده اهداف مؤكده، لكن هو مقرر هيروح. نروح للزمالك. تمام. الزمالك كان عنده غياب سبعه من اللاعبين الكبار. تمام. شفنا فريرا مش عارف هل دي جرأه منه، دفع بيه وجوه يمكن هي جديده لكن كانت مطمئنه لجمهور نادي الزمالك. بنتكلم مثلا على نيمار، على عبد المجيد، على سيف جعفر، على يوسف اسامه كمان. شايف ادائهم ايه في المباراه دي، وهل هم نجوم يعني نقدر يطمئنوا ويبشروا لنادي الزمالك بما هو قادم؟ خليني اقول ان يعني هو نادي الزمالك استفاد من الحاله المعنويه للاعبين الشبان اللي عندهم الحماسه والرغبه في اثبات انفسهم انهم يقدموا من نفسهم بشكل جيد، عوضا طبعا عن انهم اصحاب مهاره عاليه جدا. يعني خلينا نقول ان ناشئ الزمالك عندهم كوره عاليه، ويمكن انه بيلعب بضغوط اقل، اللي هو مش مطلوب منك سقف عالي وانك داخل المباراه مهزوم، فالناس بتقول ان انت هتخسر كتير، فده بيخفف قوي قوي من حده وصعوبه المباراه عليك. فاظهر لاعبي الزمالك بشكل جيد جدا، والحقيقه قدرات ناشئ الزمالك او اللاعبين الشباب زي سيد نيمار او يوسف اسامه نبيه يعني اثبتوا خلال المباراتين الاخرتين، وسيف فاروق جعفر قبلهم، انهم فعلا بيمتلكوا او عندهم الملكات اللي تؤهلهم ان يكونوا لاعبين جيدين جدا جدا. لكن صعب قوي خلال مباراتين ثلاثه تقول هل دي المجموعه اللي تقدر تعول عليها في انها تحمل فريق بحجم نادي الزمالك ينافس على كل البطولات، ربما يقدم مباراه حلوه. هو ده اللي احنا كنا بنقوله، ان احنا ما نحكمش بدري. صحيح. لكن تغييرات فريرا امبارح على قد ما هي كانت مفاجاه لناس كتير وما كانتش مفهومه، لكن كانت صحيحه جدا 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 من خلال المباراه. شفنا ده. فالحقيقه انه فريرا امبارح اثبت انه مدرب فني على مستوى عالي جدا، قدر ان هو يتعامل بال يعني المعطيات اللي عنده وحقق نتيجه مرضيه للكل. فيريرا طبعا هو راجل محنك وبيفهم في التفاصيل بشكل قوي جدا جدا، وبيعرف يلعب باكتر من طريقه لعب. هو مرن بدرجه كبيره جدا ان هو يقدر يغير اشكال عدديه كتير. بس تغيير زيزو بن شرقي شايفه كان ذكاء منه ولا خانه هنا الذكاء في الحته؟ انا كنت اعتقد ان بن شرقي بالتحديد ما كانش ينفع يخرج، لانه كان اقرب لاعب للمرمى في الوقت ده، وبن شرقي في الحل الفردي يعني هي المباراه راحت للارتجاليه شويه في فتره ما، في الجزء ده راحت للارتجاليه، او الارتجاليه كانت في صالح لاعبي الزمالك، لان المهاره الفرديه عندهم اعلى عند صحيح. بن شرقي، عند شيكابالا، عند سيد زيزو كمان قبل ما يخرج. فهنا واعتمدوا على فكره الكره من رجل لرجل، قدروا اللي هم يوصلوا للمرمى. في شيكابالا قادر بحل فردي يخلق فارق، بن شرقي قادر. فانا كنت شايف ان بن شرقي كمل شويه، لو بن شرقي كمل اعتقد كان الزمالك احتفظ بخطورته اكتر. كمان بن شرقي مزعج جدا لمدافعي الاهلي ولاعيبه وسط النادي الاهلي، عنده المهاره والقدره على ان هو يقف على الكوره، فاعتقد ان خروجه ريح الاهلي جدا جدا، وكان قادر يفضل للفتره الاخيره مزعج وما كانش خرج الاهلي، لان فعلا بعد خروجهم الاهلي بدا يتحكم من تاني في المباراه وتقدم من تاني. ويمكن كابتن سامي قمصان لحق نفسه بالتغييرات اللي هو ايضا متاخر فيها جدا. يعني احنا كلنا لمسنا من بدايه المباراه ان احمد عبد القادر سيء جدا. ليه لحد بعد الدقيقه 75 مستمر في المباراه؟ كان شيء عجيب جدا جدا. ومع دخول طاهر محمد طاهر وصلاح محسن شفنا الاهلي فعلا بيتغير بشكل كبير. صلاح محسن بعد تقريبا دقيقه او دقيقتين من بعد ما دخل احرز، وده بيوري يعني. وخلي بالك صلاح محسن دايما بيعمل ده. وبيظهر ايه بقى؟ بيظهر الفارق ما بين الجناح اللي هو راجل فعال على ثلاث خشبات، مجرد ما يشوف المرمى ازاي بيكون فعال، ولاعب تاني زي مثلا حسين الشحات ممكن يقعد انت محتاج مثلا خمس ست شهور عشان يسجل لك هدف مهم. يعني بينزل يجري كتير ويعمل كتير ويعمل حاجات. ايوه، هو البديل كان بيرسي تاو، برده بيرسي تاو ضيع امبارح. بيرسي تاو اعتقد هو ما كانش موجود. يعني انا يعني يمكن انا قلت بعد المباراه في تحليل ان بيرسي تاو هو ما كانش في القاهره، وكان موجود بجسده داخل الملعب، لكن اعتقد عقل الراجل ده كان في حته ثانيه. يعني هو ما كانش معاهم. يمكن هو سبب دوره كمان، يعني هو دايما بينزل في نص الملعب، ففكره اللي انت غيرت مكانه اعتقد هي اللي خليته مش في الفورمه او في الاداء بتاعه. اعتقد قراءه كابتن سامي قمصان للمباراه كانت خاطئة بالاعتماد على بيرسي تاو. ليه؟ لأن تاو في أسوأ حالاته نفسيا وفنيا وبدنيا،
وبديله اللي كان مفترض يلعب طاهر محمد طاهر هو افضل لاعبي مركز الجناح في الاهلي في اخر شهرين، يعني طاهر بلغه الكوره فايق، في حين لاعب تاني متراجع كليا وثقته في نفسه وصلت الى مرحله الانعدام، فهو ما بقاش حاسس بنفسه خالص. طب كان حسين ايمن غير كمان من لعيبه الاهلي اللي كان يعني مش بعيد عن الفورمه امبارح. صحيح، سوليه مرهق وده باين عليه، شناوي محتاج يستريح، عندنا لعيبه الاهلي يمكن صحيح مرهقين، وده اللي الجمهور كانوا بيقولوا كان باين على ادائهم. يعني بقولها وبقررها كتير جدا، الاهلي مازال بيدفع ضريبه التخطيط السيء للموسم، لانه حينما قرر بيتسو موسيماني الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه في التشكيله الاساسيه، لما غير الطريقه ولعب حمدي فتحي تحت والاثنين دول قدامه في نص الملعب، اصبح لا يمتلك بديل، لعب الموسم كله بالشكل ده، فالثلاثي اللي ملوش بديل تعرض لاجهاد واصابات. النهارده بص على نص الملعب، ديانج غايب، حمدي فتحي ما قدرش يكمل، السوليه مش شايف قدامه، السوليه اكتر من تمريره مفتاحيه كانت تقدر تخلي الاهلي يروح فرص اهداف مؤكده، فرص تهديف مؤكده، بيعمل ميس باص بشكل مش طبيعي، بيفقد الكره بشكل مش طبيعي، لان فعليا انا بقدر اقول ان 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 عضلات عمرو السوليه مش كمان خارجين من بطوله عربيه وبطوله افريقيه كوريا السنغال، يعني في اجهاد غير طبيعي موجود على كل اللعيبه. يعني صحيح الثلاثي ده بالتحديد ما حصلش فيه تدوير. هو ليه الاهلي خلق الغلبه والتفوق في البطولتين الافريقيتين؟ لانه لما كان بيعتمد على ثنائي ارتكاز فقط اثنين، كان دايما في واحد بره من الثلاثه، يا السوليه يا ديانج يا حمدي فتحي، اثنين في الملعب واحد بره، لما يصاب حد منهم عمرك ما تحس بغيابه. ليه؟ انا عاوز اسال بس هنا سؤال سريعا عشان برضو ميعاد الموجز، سامي قمصان شايف اداؤه ازاي كمدرب في ديربي هو الاول ليه؟ انا اعتقد ان كابتن سامي قمصان اثبت بشكل مختصر انه غير جدير بانه يكون الرجل الاول، لان قراءته للمباراه ما اعتقدش انه في خطه اصلا لانه يكون الرجل الاول. هو لا ما فيش خطه دلوقتي كده كده في مدير فني قادم للنادي الاهلي. احيانا الظروف بتنتج وتولد مفاجآت وبتديك فرصه، والحياه بتديك فرصه زي دي، لكن كابتن سامي استغلها بقى. لا كابتن سامي ما قدرش يستغلها، وما برهنش على الفارق والفجوه ما بين الزمالك والاهلي، زي ما ذكرت وقلت غيابات كتير جدا جدا في الزمالك، هو كان من المفترض يكون ادائك افضل، انت فاجئت الناس كلها ببعض الاخطاء في التشكيل، حتى قراءه حتى ادارتك للمباراه تغييراتك كانت متاخره جدا، صحيح اللي دخل سجل بس انت كنت متاخر لان كان العالم كله بيقول غير. يعني امبارح بقى كمان كان في الحقيقه روح جميله جدا ما بين الفرقتين، ما سمعناش اي الفاظ خارجه داخل الملعب، يعني مفيش اي احتكاكات مع اللعيبه، اللعيبه كلها كانت بتحضن بعض وهي طالعه، وسلم على شيكابالا، وده مهم جدا. امام عاشور وليد سليمان كانت يعني امام عاشور وليد سليمان كان في اشتباك قديم، كان امبارح المظهر جميل جدا، شفناهم ازاي بيحتضنوا بعض، اليو ديانج مع شيكابالا في اوضه اللبس بيطلب، وهي دي الروح الرياضيه اللي احنا بننادي بيها. وخلينا اقول ان ده مش مفتعل، يعني ده حقيقي. صحيح. وحاصل، لان اليو ديانج مثلا بره الموضوع خالص، هو راجل مالي وقريب جدا من الاحتراف بره مصر، لكن رايح غرفه لاعبين نادي الزمالك وراح لشيكابالا، فهو فعليا يمكن التوعيه بتلعب دور مهم جدا جدا، وانه كمان ما فيش اي اخطاء تحكيميه امبارح كانت واخده من الطاقم الاسباني، فكل ده قلل من حاله الاحتقان، وحاله التراشق والتشاحن مؤخرا مش موجوده. يعني خلينا اقول حتى مجالس ادارات الناديين واعلام الناديين في المرحله الاخيره ربما هناك صوت عقل ما وراء الستار قال لهم اهدوا شويه، مهم جدا، عايزين عايزين نعبر عن هويتنا وعن شخصيه الكره المصريه. فانا اعتقد ده يعني اسفر بشكل كبير ان احنا نشوف الشكل اللي خرجنا بيه، ونتمنى ان يكون ده يعني استمر. مرحله بنبني عليها والاستمرار فيها ان شاء الله. يعني احنا دايما بنكون سعداء بوجودك معنا. صباح الخير يا نصر، يعني ناقد رياضي بتتسم دايما بالاتزان كده في تحليلك، يعني بشكرك على وجودك معنا في هذه الفقره.